الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في مساندة الكونغو الديمقراطية للاطلاع بمسؤولية قيادة العمل الإفريقي المشترك. الرئيس السيسي يواجه بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في التعليم ضد كورونا. شكري يتوجه إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي لعقد مشاورات سياسية تتناول تعزيز التعاون الثنائي. منتصف الليل العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتي حضراتكم من إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع ندى رضا. إليك ندى. شكرا لك آية، أهلا بك. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السفير جان ليون ناغوندو المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقي. هذا واجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري البترول والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث وجه خلال الاجتماع بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة. وفي اجتماع آخر مع دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس السيسي بتجهيز المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لصالح المبادرات الطبية والصحية على أعلى مستوى فني وطبي في مختلف التخصصات، خاصة حالات صحة المرأة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير جان ليون ناغوندو المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد تشيباسو موفادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وذلك استناداً إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. وقد طلب السيد الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، مشيداً سيادته بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، ومؤكداً استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاطلاع بالمسؤولية الهامة لقيادة العمل الإفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الإفريقية. وقد شهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية. وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصة ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعات الوطنية. وقد عرض السيد وزير التعليم العالي دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلاً عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى، وكذلك عدد من الشركات والمصانع.
وقد تم في هذا الإطار استعراض نموذج معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون القائم في هذا الإطار مع وزارة البترول، حيث استعرض السيد وزير البترول ما تم في هذا الإطار من إمداد الصناعة البترولية والقومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنية وتدريب الكوادر في مختلف الأنشطة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي، مثل التعاون مع حقل ظهور والمنصات البترولية البحرية المختلفة والشركة القابضة للكيماويات وشركة مصر للبترول وغيرها من شركات البترول. كما تم عرض الجهود المشتركة لكل من وزارتي التعليم العالي والبترول في إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض التنمية المستدامة ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمي في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي ومردود تنموي، مثل رصد التلوث البترولي ودراسة المياه الجوفية، فضلاً عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وكذا إعداد الدراسات البيئية والساحلية للتوسعات الكشفية عن البترول، إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية والإدارة المتكاملة للبحيرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. الاجتماع تناول عرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لصالح المبادرات الطبية والصحية، خاصة ما يتعلق بسيارات الإسعاف والسيارات المجهزة للرعاية المركزة والتي تستخدم في نقل المرضى بصورة آمنة إلى مستشفيات الإحالة لتلقي العلاج، وكذلك السيارات المجهزة لفحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة تحت رعاية السيد الرئيس، لا سيما حياة كريمة والقوافل الطبية ومئة مليون صحة، فضلاً عن السيارات المجهزة بأجهزة الأشعة المقطعية لتقديم هذه الخدمة بصورة عاجلة في أماكن فحص ورعاية المرضى، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة، وذلك تمهيداً لتوريد تلك الأجهزة إلى مصر وفقاً لاحتياجاتها. وقد وجه السيد الرئيس بتجهيز تلك المعدات على أعلى مستوى فني وطبي في مختلف التخصصات، خاصة حالات صحة المرأة، بحيث توفر أكبر قدر ممكن من الخدمات لأكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق المشمولة بالمبادرات الصحية الرئاسية على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بأن يتضمن الاتفاق بشأن السيارات الطبية مع الجانب الألماني تدريب الكوادر الطبية والتمريض والمسعفين، وكذا إنشاء مراكز للتصنيع وتوفير قطع الغيار بالمواصفات العالمية في مصر، بحيث تكون تلك المراكز مرجعية لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك متابعة خطة تطعيم الطلاب والكوادر التعليمية ضد فيروس كورونا، والتي حققت حتى الآن نسباً إيجابية بعد قيام وزارة الصحة والسكان بتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات للمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلاً عما تقرر بحصول الطلاب الجامعيين على اللقاحات بصورة مباشرة من جميع مراكز التطعيم بالمحافظات دون شرط التسجيل المسبق، مع إمدادهم بالشهادات اللازمة لإثبات التطعيم. وقد وجه السيد الرئيس بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا، مع مراعاة الاستمرار في الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، وقال رئيس مجلس النواب إن الرئيس السيسي منذ أن اختاره الشعب حرص على أن تبقى القوات المسلحة مستمسكة بأسباب القوة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر وشعبها آمنا في سربه، مشيرا إلى أن يوم 6 أكتوبر يوم خالد مشهود عبر فيه المقاتلون ومعهم الأمة العربية هذا الوهم الذي طال لتتحرر الأرض وتستعيد مصر والأمة العربية شموخها، كما وجه تحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك.
هنأ دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد. وفي برقيته عبر رئيس الوزراء بالأسارة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة التي سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن. وبهذه المناسبة عهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد. بعث رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد. وعبر رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم أخلص التهاني والتمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء القوات المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها هؤلاء الأبطال دفاعا عن الوطن وصونا لحريته وكرامته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة درعا واقيا للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره. بعث الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. قال وزير الدفاع إن هذا اليوم جسد أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح في السيادة على أرض الوطن ولا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة. كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. هذا وأصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وقال وزير الداخلية إن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر المجيد. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول جهود الجمهورية الجديدة من أجل تنمية سيناء ومدن القناة، وذلك من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. أوضح التقرير أن الدولة نفذت وتنفذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه من خلال مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء، كما تشمل المحاور الاستراتيجية جذب مزيد من الاستثمارات.
هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الفائزين من الأعضاء في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، وطلب رئيس النواب الأعضاء الجدد باللجان النوعية للمجلس باستمرار العمل بروح الفريق واستكمال المشوار الذي بدأه السابقون منهم. وقال رئيس النواب إن النتائج النهائية أسفرت عن وعي كامل لدى الأعضاء وحرصهم على استكمال دورهم الوطني. قرر رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة نصر أكتوبر بدلا من الأربعاء الموافق 6 أكتوبر. ووفقا للقرار تكون الإجازة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العامة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة للعمل كضباط متخصصين دفعة أكتوبر 2021. صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو tanseeq.mod.gov.eg، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021. نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي والذي استشهد إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام. وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط صف وإصابة 3 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. هذا وتؤكد القوات المسلحة على أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الداخلية عن جهود أجهزتها خلال شهر في مجال الأمن العام، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية نتابعها في هذا التقرير. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1863 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 19 مديرية أمن ومصرع 7 عناصر إجرامية، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، مخدرات، سلاح. وضبط معهم 1156 قطعة سلاح ناري، من بينها 171 بندقية آلية، 256 بندقية خرطوش، 47 مسدسا، 678 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 287 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 5045 قطعة سلاح ناري بحوزة 4266 متهماً،
أبرزها 826 بندقية و 424 بندقية آلية و 253 مسدساً و 3537 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و 525 خزينة إضافة ل 7108 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 61 تشكيلاً عصابياً ضموا 223 متهماً قاموا بارتكاب 362 حادث سرقة متنوع. كما تم ضبط 815 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 313 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 522 متهماً. كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,383,635 حكماً قضائياً، من بينهم 9,856 حكم جناية، منها 13 حكماً بالإعدام و 482 حكماً بالسجن المؤبد و 727,289 حكماً جزئياً و 135,414 حكماً مستأنفاً و 1,173,835 حكم غرامة و 337,241 حكم مخالفة. أعلنت وزارة الصحة الاتفاق على توريد 2,510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه لدعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان دكتور هالة زايد لألمانيا، حيث عقدت اجتماعا بمقر شركة مرسيدس بنز. قالت وزيرة الصحة إن مصر أول دولة في العالم بعد ألمانيا تحصل على السيارات صديقة البيئة ذات المحركات المتطورة. كما تفقدت وزيرة الصحة تجهيزات أسطول سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بشركة فاس الألمانية. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن دكتورة هالة زايد قامت بإدخال نمط سيارات متنقلة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تفقدت وزيرة الصحة المصنع الرئيسي لإنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية بمقر شركة سيمنز العالمية، حيث تم الاتفاق على توريد 296 جهازا طبيا بأحدث التقنيات التكنولوجية لدعم مبادرات ومشروعات الوزارة. هذا وأعلنت وزيرة الصحة عقد برامج تدريبية مشتركة بين أطباء الأشعة في مصر والجانب الألماني لتبادل خبرات نظم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى الاتفاق على النشر الدولي للأبحاث العلمية المشتركة بين الوزارة وشركة سيمنز. وأكدت وزيرة الصحة أن الشركة الألمانية تعد من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال الصحة ولا سيما التكنولوجيا الطبية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى موسكو في زيارة تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف. وقالت وزارة الخارجية إن شكري ولافروف سيعقدان مشاورات سياسية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين، فضلا عن التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا ومن المقرر أيضا أن يلتقي شكري سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في إطار مواصلة تشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
احتشد الآلاف من المواطنين التونسيين بوسط العاصمة تونس بشارع الحبيب بورقيبة في مظاهرات كبيرة لإعلان تأييدهم لقرارات الرئيس قيس سعيد، ورفع المتظاهرون شعارات مناصرة للرئيس التونسي وقراراته وأخرى تدعو إلى حل البرلمان وإنقاذ البلاد. وتعد هذه المظاهرات هي أكبر مظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد منذ اتخاذه تدابير استثنائية في 25 من يوليو الماضي، والتي تضمنت تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة. وفي العراق، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بغداد اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة بعد أسبوع. كما أضاف صالح أن الانتخابات تمثل نقطة تحول، مشيرا إلى أن يوم الاقتراع سيكون الانطلاق نحو الإصلاح، وشدد أيضا على ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية لمنع التزوير والتلاعب بالعمليات الانتخابية. هذه الانتخابات تم الإقرار بها بسبب مطالبات شعبية واسعة تطالب بالإصلاح في بلدنا، وأيضا تؤكد على ضرورة تأمين البيئة الانتخابية المناسبة لصيانة إرادة العراقيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم بدون تدخل أو قيمومة أو وصاية. الإجراءات التي قامت بها المفوضية وبدعم البعثة الأممية، وأيضا في هذا السياق يجب أن أشيد بدعم الحكومة والأجهزة الأمنية والأخ رئيس الوزراء والمتابعة الدائمة للأجهزة الحكومية لعمل المفوضية، هي إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب ومعالجة مكامن الخلل التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة والتي أدت إلى تشكيك العراقيين بمصداقية العملية الانتخابية. وصلت بعثة من الجامعة العربية إلى العراق للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية هناك، والمقرر إجراؤها في 10 أكتوبر الجاري. تشارك بعثة الجامعة العربية في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة العراقية والمعايير الدولية. وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع. أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها قوات الحوثي تجاه السعودية، وأشار التحالف إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هجمات الحوثيين. ضرب الإعصار المداري شاهين سلطنة عمان متسببا في وفاة 3 أشخاص على الأقل، بينما حثت السلطات السكان على إخلاء المناطق الساحلية، كما تم تأجيل الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط. وتم رصد مركز العاصفة على بعد نحو 60 كيلومترا من مسقط مصحوبا برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر. بولاية مطرح جراء تأثيرات مباشرة للحالة. قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنه لن يعود إلى الهجرة غير المحكومة لحل أزمات الوقود والغاز وأغذية عيد الميلاد، مشيرا للمرة الأولى إلى أن مثل هذه المشكلات مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأطر جونسون في بداية مؤتمر حزب المحافظين الذي عقد للمرة الأولى بحضور الأعضاء منذ عام 2019 الدفاع عن حكومته في مواجهة شكاوى من لا يستطيعون الحصول على الوقود لسياراتهم وتجار التجزئة الذين يحذرون من أزمات خلال عيد الميلاد في بلاده مع تصاعد أسعار البيع بالجملة، مشيرا إلى أنه سيتيح للبلاد حرية تنظيم اقتصادها ليكون في وضع أفضل. هذا ولم يستبعد جونسون إصدار المزيد من التأشيرات المؤقتة في محاولة للمساعدة في تخفيف النقص في سائقي الشاحنات والذي أدى إلى نقص الوقود.
وفي ألمانيا تتسارع وتيرة المحادثات الاستكشافية بين الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يتنافس عليها الحزب الاشتراكي والتحالف الديمقراطي. على قدم وساق تجري المحادثات الاستكشافية بين الأحزاب الألمانية في إطار التنافس على تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على تولي الحكم بحلول نهاية العام. الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الفائز بالأغلبية بفارق طفيف في الانتخابات الأخيرة يعقد محادثات استكشافية مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الذي يمثل الليبراليين للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، إذ أبدى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب ثقته في قدرة حزبه على الاشتراك في الاتفاق بسرعة مع الحزبين لتولي الحكم في البلاد. على الجانب الآخر، التقى مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لمنصب المستشار الجديد أرمين لاشيت، التقى كبار ساسة التحالف الديمقراطي المسيحي للإعداد للمحادثات المقررة مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد. في سياق متصل، يعتزم حزب الخضر الألماني طرح معاهدة الائتلاف المحتمل أن يشارك فيها الحزب على أعضائه البالغ عددهم نحو 120 ألفاً للتصويت عليها. كان فريقا المحادثات الاستكشافية التابعين لحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر قد أجريا مشاورات للتنسيق فيما بينهما للانضمام معاً إلى إحدى الكتلتين المتنافستين من أجل الوصول لتشكيلة حكومية جديدة. مباحثات مكثفة إذن تخوضها الأحزاب الألمانية لتشكيل أول حكومة بعد انتهاء حقبة المستشارة أنجلا ميركل، ويبدو أن حزبي الخضر والديمقراطي الحر هما من سيحددان شكل الحكومة المقبلة إذا كانت ستؤول إلى الاشتراكيين أو للتحالف الديمقراطي المسيحي. احتفلت ألمانيا بالذكرى 31 لإعادة توحيد شرق وغرب البلاد، وكما جرى العام الماضي تم تنظيم الحدث بشكل موجز بسبب جائحة فيروس كورونا. يبدأ فوميو كيشيدا الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم الاثنين مهام منصبه كرئيس للوزراء. تواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات، والتي من بينها جائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد المنهك. وإلى تطورات فيروس كورونا، حيث أشارت البيانات المجمعة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم بلغ أكثر من 6 مليارات و283 مليون جرعة، وجاءت الصين في المقدمة بعد أن قامت بإعطاء 2,213,000,000 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس. سجلت روسيا 890 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة. جاء ذلك فيما أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس تسجيل أكثر من 25,000 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، من بينها 4,294 في موسكو. Thank you.
أطلقت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة تمثل نقلة نوعية وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأشارت إلى تسجيل 800 ألف مواطن بالمرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي. من جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن البطاقة ذكية ومؤمنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية ميزة، وستساهم في تطوير قاعدة بيانات قومية وحوكمة الخدمات والمزايا. النهاردة يمكن اليوم ده ما كانش هيبقى موجود لولا المجهود الكبير اللي بذلته الدكتورة نيفين القباش وإصرارها على أن احنا نسرع من إخراج هذه المنظومة الإلكترونية للتسهيل على أهالينا من ذوي الإعاقات المتوسطة. والفترة اللي فاتت احنا اشتغلنا مع وزارة التضامن الاجتماعي في تسجيل الحالات المرحلة الأولى حوالي 800 ألف مواطن. كان حصل تأخر في إطلاق المرحلة الثانية لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لأن كانت جائحة كورونا كانت عاملة يعني انشغال كامل لوزارة الصحة بفريقها الطبي، وكانت مصر بتمر بطارئة، ولذلك حصل بعض التأخر في تسجيل البيانات المرحلة الثانية. النهاردة إن شاء الله بندخل بكامل قوتنا بننسق مع وزارة الصحة والسكان، مع وزارة التعليم العالي، مع بعض مستشفيات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية عشان ننتشر بأكبر خدمة طبية ممكنة. البطاقة هي بطاقة بتثبت الإعاقة للشخص المواطن اللي بيتقدم للحصول عليه، وبتثبت أيضا نوع الإعاقة ودرجتها وشدتها. تتواصل فعاليات حملة معاً نطمئن في محافظات المنيا والفيوم بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح كورونا لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة، ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح. للمرة الثانية وصل قطار حملة معا نطمئن سجل الآن إلى صعيد مصر. هذه الحملة التي انطلقت قبل أسابيع مستهدفة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح كورونا لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح، وذلك انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا. معانا فريق حملة معا نطمئن وفريق التواصل المجتمعي الأشرز النهاردة، والفرق بتنزل تتواصل في وسط المجتمع وتنزل للقرى وتنزل للمراكز لتوعية المواطنين بسرعة التسجيل على المنظومة. اللقاح آمن وفعال، وفي نفس الوقت بنحول المواطن على أقرب مركز شباب لتلقي اللقاح في الوقت. دلوقتي المواطن بيسجل وياخد اللقاح في خلال دقيقتين. وفي محافظة الفيوم استقبلت الأطقم الطبية المواطنين لتقديم خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن تعثر في التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونيا وسرعة إجراءات تلقي التطعيم. هدف الحملة هو مساعدة المواطنين في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لحجز لقاح كورونا، واحنا دعمنا الفريق المتنقل للتسجيل بفريق تاني متنقل للتطعيم. التطعيم الفوري المواطن بيدخل بيسجل بطاقته رقم قومي، بياخد ال20 رقم الخاصين بحجز اللقاح، وبيطعم في عربية المتنقلة الخاصة بالتطعيمات. التطعيمات المتوفرة معانا النهاردة الأسترازينيكا والساينوفارم والساينوفاك. الحملة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي اللقاح، ومن المنتظر أن تواصل أتوبيسات الحملة رحلتها خلال الأيام المقبلة في باقي محافظات مصر يوميا من 10 صباحا وحتى 10 من مساء ذات اليوم. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 768 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلهم عمليا لفيروس كورونا، لافتة إلى وفاة 37 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه تم خروج 695 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، كما ذكر أن إجمالي الإصابات بلغ 306,798 حالة من ضمنهم
258,947 حالة تم شفاؤها، هذا فضلا عن 17,436 حالة وفاة. نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ملتقى شباب الإعلام العربي تحت شعار رواد المستقبل بمشاركة 14 جامعة مصرية وعربية. يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للشباب للالتقاء بالخبرات المتميزة في كل المجالات. بنحث كل العاملين في المجالات المختلفة إن هم يبقوا شاطرين فيما يسمى بتكنولوجيا الإعلام. تكنولوجيا الإعلام دي مش موجودة في كلية الهندسة، أنا مهندس أصلاً، مش موجودة في كلية الهندسة. تكنولوجيا الإعلام هي إن حضراتكم تبقوا مؤهلين لاستخدام أدوات التكنولوجيا الإعلامية، وهو ده اللي الناس النهاردة بتشتغل بيه. النهاردة ما عادتش الدنيا مبنية على مين متعلم برودكاست أو متعلم يظبط الإضاءة بتاعته أو يظبط الراديو بتاعه أو يحط الماكيت بتاع الجورنان بتاعه، ما بقتش الدنيا كده. الدنيا بقت أسرع من كده بكتير، وما بقتش مستنية إن حد هيعلم حد. النهاردة بقى الشباب الأصغر هم الأسرع، والأسرع معناها إنه هينتج أسرع فهيوصل أسرع. بس هو القصة كلها، وأنا أعتقد إن أنا قلت ده قبل كده كلية هنا من أكتر من كام سنة، هي الموضوع كله المنافسة. المنافسة شديدة، المنافسة قوية، والمنافسة شديدة وقوية لينا كلنا، صغيرين والكبار والكبار قبل الصغيرين. والآن إلى أخبار الرياضة. وصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبته في المعسكر المغلق ببرج العرب استعدادا للقاء ليبيا يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. شهدت التدريبات انضمام أحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي، إضافة إلى اللاعبين 18 الذين انطلق بهم المعسكر. ومن المقرر أن يتوافد باقي اللاعبين المحترفين بالخارج حتى الثلاثاء لتكتمل قائمة اللاعبين المختارين. يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا مصغرا الاثنين مع بدء التجمع الدولي، وذلك قبل ميران الفريق. يتحدث كيروش في المؤتمر الصحفي عن استعدادات المنتخب لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم. استأنف الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي ميرانه على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل نايجر المقرر إقامتها يوم 16 من أكتوبر الجاري في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا. واشتمل الميران على جانب بدني تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، وشهد مشاركة الجنوب أفريقي بيرسي تاو في جزء من الميران الجماعي للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة. استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مواجهة فريق الاتحاد الليبي وديا يوم الجمعة المقبل. يأتي ذلك في إطار الاستعداد للقاء توسكر الكيني يوم 16 من أكتوبر الجاري في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. توج علي الصاوي لاعب منتخب الكاراتيه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الدور العالمي التي تقام بروسيا بعد الفوز على منافسه المجري في نهائي البطولة. وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضية وبرونزيتين. حسم التعادل الإيجابي موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد في قمة الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ثنائية ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 59،
ومحمد صلاح في الدقيقة 76، بينما سجل هدفي مانشستر سيتي كل من بيل فويدن في الدقيقة 69 وكيفن دي بروين في الدقيقة 81. بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة. ويتقاسى محمد صلاح صدارة هدافي المسابقة مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بستة أهداف لكل لاعب. انتهت نشرة منتصف الليل، وهذا تذكير لأهم عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في مساندة الكونغو الديمقراطية للاضلاع بمسؤولية قيادة العمل الإفريقي المشترك. الرئيس السيسي يوجه بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في التعليم ضد كورونا. وشكري يتوجه إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي لعقد مشاورات سياسية تتناول تعزيز التعاون الثنائي. ختاما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والشكر موصول للزميلة آية لطفي.